معنا الان السي علي بوكزي مدرب فريق جمعيه الميدان مدينه لكره القدم داخل القاعه. السي علي بوكزي اهلا بك في موقع المنبر الرياضي. مرحبا. في البدايه السي علي بغينا نعرفوا تعطيونا واحد النبذه عليكم. كلاعب قديم في نادي ميناء ديال اكادير مسمات بقرصي، وبعد ذلك انتقلت لنجم انزا، ومن نجم انزا انتقلت لاولمبيك الموسيقيه، ثم فتح الشماعيه ورجعت لاكادير ومارست التدريب مع فريق نجم انزا، وكنت من بين الناس اللي اسسوا هذا الفريق ديال جمعيه المدينه. وطبعا هذا الفريق هذا وفاتي في العمر ديالو تقريبا السنه الاولى هذه، لانه كنشرف عليه واحد المجموعه ديال الاطر الشابه بما فيها الاستاذ الطيبي الليموني، بما فيها ايضا اخوان في الجمعيه. بالنسبه للفريق جمعيه المدينه كنعرفوا هذا اول موسم له في بطوله عصبه سوس كره القدم داخل القاعه، شنو هي الطموحات ديالكم؟ في الحقيقه احنا الطموح ديالنا رقم واحد، وهو اننا جمعنا واحد المجموعه ديال اللعابه اللي هما اصبحوا مهمشين داخل الحي وعندهم امكانيات كيعطاو فيها الجميع، وحاولنا ما امكن ان ننشطوهم في هذه البطولات. اكيد كنعرفوا بان كره القدم داخل القاعه شان يعني الرياضات الاخرى عندها تحديات عندها مشاكل، شنو كيفاش كتشوفوا انتم كاطار ديال كره القدم داخل القاعه المشاكل اللي كاينه في هذه الرياضه؟ كاول مره كنتعاملوا مع هذا النوع ديال لي ديسيبلين عندنا في الحقيقه مشاكل كثيره. اولا الترسانه القانونيه، اللعابه ما مولفينش هذا، ثم اضافه الى الامكانيات الماديه عندنا واحد شويه ديال المشاكل خاصة فيما يخص المشاكل الماديه. العنصر البشري موجود الحمد لله. في الاخير سي علي بوكزي بغينا منكم كلمه اخيره و حق الرياضه هذه. احنا كنشكركم اولا على الاستضافه، ثانيا المنبر الاعلامي كباقي المناطق الاخرى. كنتمناو ان الرياضه تفتح للجميع، الملاعب القرى تكون اكثر فاكثر، لان هناك المزيد من الشباب الذي يطمح باش تكون عندهم فرص باش يلعب في هذه الاماكن هذه، لان تقريبا الحمد لله كنفتخروا وكنعززوا هذه القاعات هذه اللي ولات، والتشجيع ديال الشباب والرياضات هذا النوع من الديسيبلين لاحتواء الشباب وما اكثرهم خصوصا في الحي ديال انصار.